خذني إليك. لقد نسيتك داخلي، صدري صغير والحسين كبير. اختلفت تفسيرات نهضة الحسين عليه السلام وتحليل أسبابها. هل كان الأمر محض تكليفا شرعيا خاصا به روح فداه؟ هل كانت كربلاء تطهيرا لذنوب هذه الأمة ولتعزيز مقام الشفاعة للحسين عليه السلام؟ هل كانت لإقامة الحكم الإسلامي استجابة لدعوة أهل الكوفة؟ أم كانت لطلب الشهادة؟ وإن كانت لطلب الشهادة، فهل كانت الشهادة على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهز ضمير الأمة؟ أم كانت للتذكير بشرعية الخط الصريح والواضح وخط الحق لأهل البيت عليهم السلام؟ ما هي قضية الإمام الحسين عليه السلام في نهضته المباركة؟ نراجع إلى كلام الحسين عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بعض الناس يرون هذه النهضة بما هم يريدون لا ما هي هوية النهضة. لكن أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام قام لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربما بعضنا نرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثلا نقول لا تفعل هذا لا تعمل هذا. لا، إذا نرى أن بعض يعني القائد أو أشخاص خاص المسؤولين الكبار الرؤساء لا ليسوا في طريق الإسلام الحقيقي ولا يمشون في هذا الطريق، فإذا نحن نصبر ولا نعمل شيء، ولهذه الأمور لا نحتاج بالأمر المعروف النهي عن المنكر. أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لنا هدف أصلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نكون في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الجميلة. فإذا كما قال أبي عبد الله الحسين، نهضته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن لا نكون ظل من لا ليس في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق الإسلام الحقيقي. في البداية لابد أن نذكر بالرسالة المحمدية. الإسلام عندما جاء مثل ثورة كبرى في محيط الجزيرة العربية، والعرب ابتدأوا مرحلة جديدة، انتقلوا بفضل هذه الرسالة وبفضل جهاد الرسول الأعظم من مرحلة قبائل وصراع قبائل إلى أمة موحدة استطاعت خلال 10 سنوات 12 سنة تنتقل من تحرير الأرض أرض الجزيرة العربية وتطهيرها من الأوثان وعبادة الطواغيت إلى تطلع إلى الإصلاح وتغيير المحيط العام في الجزيرة العربية. واستطاعت خلال 20 سنة من إسقاط أكبر دولتين في تلك المرحلة التاريخية، أسقطت له الدولة البيزنطية والدولة الفارسية. فالإسلام مثل نقلة حضارية كبيرة ومتقدمة جدا في حياة العرب، ولكن للأسف الشديد مسار التاريخ الإسلامي عندما تدرس نصف القرن الأول الهجري الأول حدثت انقلاب كبير في مسار الأحداث. فبعد أن كان المسار في البداية في اتجاه تحرير وتغيير الأوضاع ونشر راية التوحيد، تحول إلى سلطة ملكوتية من جديد، وعادوا يعني عاشت الجزيرة العربية عاشت مرحلة ثورة مضادة. إذا كان الإسلام هو الثورة،
فعودة الأموي إلى الحكم وسيطرتهم على الحكم كان بمثابة الثورة المضادة، وحاولوا أن يغيروا المفاهيم ويغيروا وأن يستبدلوا كل ما جاء به الإسلام. أبقوا على الشكل ولكن المضمون قتلوه، وهذه هي الفاجعة الكبرى. فحركة الإمام الحسين كان من أجل الإصلاح، من أجل إصلاح المسار التاريخي للإسلام. فكان الإسلام والتجربة الفتية هذه كانت مقبلة على إصلاح العالم كله، ولكن للأسف الشديد تحولت إلى سلطة استبدادية. وخلال 50 سنة يعني أغمضت الأمة عينها وفتحتها على انقلاب كبير. الأمويون الذين كانوا يحاربون الرسول ويحاصرونه لاحقوه مدة 13 سنة، ولاحقوه إلى المدينة للقضاء على دعوته، تحولوا إلى السادة الجدد تحت راية الإسلام. من هنا كانت حركة الإمام الحسين من أجل التغيير ونسف هذا الواقع من الجذور. يعني السكوت على الانحراف الكبير اللي صار كان بالإمكان أن يؤدي بالتجربة الإسلامية إلى دين كهنوتي، ينتهي الإسلام، تنتهي المبادئ، تنتهي الأخلاق، ويبقى صورة، مجرد صورة للإسلام، صورة خاوية. يعني عندما تدرس التاريخ، ثورة كربلاء سببت موج عارم في حياة المسلمين. كانت الأمة مخدرة في تلك الفترة، أفرغت من المبادئ الحقيقية للإسلام. بعد 50 سنة، على بعد 50 سنة من رحيل قائد الرسالة صلى الله عليه وآله، بعد 50 سنة بالضبط يقتل حفيده الذي كان يفترض أن يواصل مسيرته على يد أمته، ولم يقتل في غزو خارجي أو على أيدي القوى الكبرى التي كانت محيطة بجزيرة العرب. قتل على أيدي المسلمين أنفسهم. عندما تم حرق الخيام، أخذ المنادي ينادي اسحقوا أو احرقوا خيام الظالمين. حفيد الرسول أصبح هو الظالم. انقلبت الموازين رأسا على عقب. عندما ندرس حركة كربلاء، كانت تمثل جوهر الإسلام. الأهداف التي جاء بها الرسول الأعظم حاولت كربلاء إحياءها من جديد، لأن المجتمع تفكك، تحلل من الناحية الأخلاقية، كان في سقوط مروع للمسلمين. يعني خلال 50 سنة، تلك التجربة الكبيرة الواعدة بالتغيير الكبير تم احتوائها وسقطت من الناحية الأخلاقية. هناك أمة كبيرة يعني شهدت هذا الوضع المأساوي ومقتل حفيد الرسول صاحب الرسالة ولم تتحرك. يعني الأحداث اللي صارت بعدين كلها نتاج عن الحركة. الحركة كانت تهدف إلى صيانة جوهر الإسلام والحفاظ على مساره التاريخي، أن يبقى ما زرعه جده رسول الله أن يبقى حيا. فكان هذا هو الهدف الأكبر، تصحيح مسار الإسلام والمسار التاريخي للتجربة الإسلامية. أمر الإمام الحسين عليه السلام كأمر آبائه وأبنائه من الحجج الذين من الظلم لهم أن نتوهم أن ما جرى هو ثورة أو حركة عسكرية أو إصلاحية. في الحقيقة جميع الرسالات لو نظرنا إليها لا نجد أن قضية الحكم بمعنى السلطة الظاهرة هي أساس وأهم، وإن كانت هي من وظائف الحجج الإلهية، وإنما لا يمكن أبدا أن نجعلها بهذه المكانة التي في
أذهان كثير من الناس. يعني لو تأملنا الرسالة الإلهية للبشر نجد أن الروايات تقول بأنه كان هناك 124,000 نبيا، وهناك منهم 313 رسولا، فضلا عن الأوصياء الأئمة. هؤلاء الأطهار جميعا لم يصلنا أن عدد كبير منهم كان يحكم الناس بالمعنى الظاهر أو بالسلطة الظاهرة. يعني القرآن لا يتكلم على حاكم من الحجج الإلهية سوى ربما داود وسليمان ونبي الله يوسف كان وزيرا عند الملك. نبينا صلى الله عليه وآله الذي هو رحمة للعالمين وهو للعالمين نذيرا، وأوحى الله إليه القرآن كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. ورغم ذلك لم نسمع أن رسول الله سعى لأن ينقلب على السلطة في مكة، أو على أن يمسك بزمامها في مكة، ولم يحكم إلا بعد أن طلب منه أهل المدينة أن يتقدم إليهم بالهجرة ويتولى أمورهم جميعا برضاهم. لو قلنا بأن هذه الوظيفة هي أهم شيء، إذن معنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقم في الحقيقة بهذه الوظيفة إلا فترة محدودة. ناهيك عن أن حكمه في المدينة كان منحصر تقريبا في المدينة وما حولها إلى أن تم الفتح في مكة، وحتى بعد ذلك كان محدودا إذا قورن بالرسالة العامة لجميع البشر. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يؤدي وظيفته بأن يحكم جميع البشر وفقا لمقتضى الرسالة التي هي شاملة لجميع البشر. عليه السلام كفانا المؤنة، أعطانا الصورة العامة: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الهدف بمعناه الواسع. الإمام الحسين عليه السلام وجد بأن الأمة تقف في مفترق طريق بين أن تصار كل الأمور بيد الحاكم يتصرف فيها بما يشاء ويعبث في دين الله بما يشاء وباسم الدين وباسم الشرعية كما حدث بالنسبة إلى أمم وأديان أخرى، وبين أن يفصل بين الحاكم وبين قدسية الدين وشرعية التصرفات. إذا أخذنا بعين الاعتبار نكتة أخرى، أن المنحدر الذي وصل إليه يزيد كان منحدرا خطيرا لأنه تجاهر بالفسق، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الإمام الحسين عليه السلام كان يمثل آخر من يمتلك الشرعية بكل مقاييسها، فعلى مستوى مدرسة أهل البيت وثقافة أهل البيت هو خامس أهل العباء، وهو الإمام الذي قال عنه جده رسول الله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا.
وهو من المصادق البارزة للسفينة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وغير ذلك من العناوين والخصوصيات. كان آخر هؤلاء الخمسة. فلو أن الإمام الحسين لم يقدم نفسه ولم يعترض على يزيد لكان صمته وسكوته حجة على الآخرين، وحجة أو نقول يستغلها الطغاة المتأخرون أمام كل من يقف بوجوههم، لأنه يستطيعون أن يعتذروا ويقولون بأنه يزيد على فجوره وعلى انحداره لم يقف أمامه الإمام الحسين. فمن الذي يمتلك شرعية مثل الإمام الحسين ليكون مصلحا في الأجيال اللاحقة؟ When he left Mecca, he summarized his mission and لطلب الإصلاح في أمة جدي. This is one of the missions. أريد أن أأمر بالمعروف is the mean وأنهى عن المنكر. So the mission is لطلب الإصلاح في أمة جدي. I want to revive the nation of my grandfather and my father. How I'm going to do it? أأمر بالمعروف. I'm going to encourage good and discourage evil. The problem that we are facing right now can be solved with the mission of Imam Hussein alayhi salam. So if we want the problems that we have within our communities, our societies, our countries in Kuwait, Iran, Bahrain, Qatar, Dubai, US, Canada, anywhere, if we take the mission of Imam Hussein alayhi salam and follow his footsteps, we will be able to be successful. Amr bil ma'ruf, encouraging good, and discouraging evil, نهي عن المنكر. أنا أعتقد أنه من أهم الأمور أننا نعاني قبل ثورة الحسين، وكان الإمام الحسين في الحقيقة يريد أن يلغي ما أدخله بنو أمية من الأمور التي ليس من الإسلام، وما أخرجوه من الأمور التي هي من أس الإسلام، لأن الأديان تحرف بالسببين، إما بسبب بدعة تدخل في الدين، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو بسبب أس من أسس الدين يخرج من الدين. فالإمام الحسين حركته تماما كحركة المهدي في آخر الزمان. المهدي سيحيي في الدين ما أميت، بمعنى سيدخل في الدين أمور ليست لم تعد عند الناس من الدين، وسيخرج أمور من البدع والضلالات ما كانت متسالمة عند الناس. كذلك الحسين عمل تماما نفس العمل، جاء في زمن للأسف الشديد أصبحت قضايا ليست من الدين أصبحت بديهية من بديهيات الدين، وقضايا ركن من الدين تم الاعتقاد أنها ليست من الدين. فجاء الحسين فأعاد للدين منهج من جديد وأرجع الأمر إلى مستواه كما كان في عهد رسول الله. هي القضية الكبرى قضية الإسلام، قضية الإيمان، وهذا هو شغلهم الشاغل. هم لم يشغلهم بيعة أو ضياع أو دنيا، هم لم يأتوا للدنيا، هذه ليست دنيا. وكفى ما قيل من أحاديث تنبؤات أو لهم من مراتب ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، ومكانة في الجنة ومكانة ومكانة. فالقضية الأساسية هي قضية الدين. ثورة الإمام الحسين ثورة دينية في الأصل، اندثر الدين، ضاعت ملامحه، وهذا يتمثل في الخطاب أو المقولة أو ما قاله الإمام الحسين عليه السلام لسيدنا محمد بن حنفية لما خرج وقال له أنا لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظلما ولكن للإصلاح في أمة جدي.
فالإصلاح هو الأساس، هي دي القضية الأساسية. وضحى بنفسه وضحى بأولاده وضحى بأهله من أجل الدين، هذه قضية ومن يتحملها غيره؟ يعني من أهل لتحمل هذه غير هؤلاء؟ لذلك كانت الخطبة للإمام الحسين في كربلاء في يوم عاشوراء للجيش يعني الظالمين، فتذكرة ووعظ ليهم وفي نفس الوقت تذكرة انسبوني، يعني انسبوني من أنا، هتعرفوا أن أنا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، وأنا من أهل النبوة وواجب طاعتنا وواجب واجب واجب. يعني العملية هي عملية إصلاح في الأصل، وإن كان هو حق ركين لهم، خد بالك إزاي، ولكن لم يسعوا إليه، لم يأخذ الإمام حسين إلا لما طلبه أهل العراق وأرسلوا له الكتابات فذهب لإنقاذه. هو ظاهر الأمر إنقاذ أهل العراق، ولكن باطن الأمر إنقاذ الدين، لأن كان بدأ التفشي والظلم البين وخلافه ونقض العهود. وحديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين إمامان قام أو قعد. بعض العوام يعني على سبيل يقول لك قام أو قعد، زي قام مثلا من الكرسي أو قعد على الكرسي، يعني طب هو نايم مش إمام؟ يعني ده هو إمام، قام على الخلافة والحكم أو القعد عنه، يعني هو إمام، هو أخذ من المرتبة ما تعلو الخلافة وتعلو الكرسي وتعلو الحكم. يعني أي إنسان النهاردة، أي رئيس، أي يسعى إلى هذا المنصب، لأنه هذا أعلى درجة له سوف يصلها. قبل أن يكون الرئيس ماذا كان؟ كان رئيس حزب، كان رئيس وزراء، كان وزير، وصل إلى رئيس الدولة، ولن يصل إلى بعد ذلك، خلاص ما فيش. ولكن هم تخطوا هذا، ده سيدة شباب أهل الجنة، إمامان قام أو قعد، سيدة ريحانتي في الدنيا، يعني هم لهم من المراتب والعلياء ومع ذلك لم يركنوا إلى هذه الأشياء كلها، وكانوا يعملوا ويجتهدوا ويتعبدوا وعبادات لا نستطيع أن نصل إلى عشر معشارها. وهم كجدهم صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تورمت قدمه، قال رسول الله: لم يغفر لك الله ذنبك وما تقدم وما تأخر من ذنبك، قال لهم: أفلا أكون عبدا شكورا. كانوا على النهج، هم أهل النبي ولاده، يعني أمال مين اللي هينهج نهج الرسول، ومين اللي هيعلم الأمة بعد كده؟ ما أولاد النبي أهل البيت. طبعا نحن في غنى عن أن نحن نتكلم عن إمامة الإمام علي عليه السلام، وكم طالت وأين كان سلطانه الظاهر بقياس حكم البشر وغيره من الأئمة. لو كان قضية الإمامة مختزلة فقط في هذا الأمر لطعنا في الإمامة التي لا يختلف مسلم سواء كان سنيا أو شيعيا في إمامته، وهو نبي الله وخليله إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. ولم يحكم بالشكل الظاهر الذي هو بمعنى الحكم الظاهري أبدا. فالقضية إذن غير هذه. عاشوراء وملحمة أو نهضة أبي عبد الله الحسين أساسها هي من جنس من هو منه، حسين مني وأنا من، يعني هي نفس رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله ورسالة جميع الحجج الإلهية، أن يكونوا حجة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وأن يبينوا للناس بوجوداتهم الطاهرة نموذجا للإنسان الكامل، لكي يسوقوا البشر إلى كمالاتهم المنشودة. وهذا هو أسمى
ما يعني يهدف إليه الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى.